يختار سامو عايز. الاهلي والزمالك اقوى من اتحاد الكوره؟ لا طبعا، المفروض الاتحاد الكوره اقوى من لا المفروض ده شيء. اه في زمن حضرتك كان الاهلي والزمالك اقوى؟ لا طبعا، بس انا عاوز اقول لك حاجه تاني، مش الاهلي او الزمالك عندهم شرط اساسي بيبقى موجود، ويمكن في حاجات بتبقى ناقصه عندك اللي هي اللوائح. لما تبقى في لائحه واضحه سواء للاهلي او للزمالك هتمشي على الاهلي والزمالك زي اي نادي ثاني. كنت حضرتك بتعمل كده؟ كانت في قصور برضو في بعض اللوائح. قصور. فاصل ونرجع تاني.